انت احسن من باسم ياخر كنت بال مليون مين باسم حموني يا جوري صدق لا تتردد لا تحتار جودة بظهرك مثل النار هذا هو هذا هو باسم نجم لحظة هاي نحن مربينا شو بتقول هاي؟ لا مو هيدي قلت في واحدة تانية اها ايوه لا هاي خليها جبتوا لي اكلاتها هيك من ايديكم نضال العالم عم تسأل كثير انه انت الو مانك مختص كوميديا اذا اختصيت لا انا جراحة بالاساس جراحة دائما بيطلع حدا بالحارة هيك غليظ يعني انا بزماته كنت ساكن كان في واحد جنبي اسمه اب سامر فشعلت حريقة قدام البيت كان فيه كوام من الركامات تبع الزبالة وهيك قام طلع قال لي شو هاد يا اخي شو هاد قلت له اب سامر قال لي طيب يا اخي اللي كنت بساعدك قلت له اب سامر قال لي يا اخي طيب قلنا والله نحن مثل بعض ورفقات ومنساعد قلت له اب سامر قال لي تفضل شباب شاي ما حبيت جارتكم انت وصغير انا وصغير طبعا 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 هي لازم منور الشاشه والاذاعه استاذ قاسم يا ريت تتقلد لنا احد الممثلين يا ولي يا ولي يا ولي يا ولي ما بعرف قال له الغيره ما حبلت اميره ليي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 ي
قاعده لا تتردد لا تحتار جودة بظهرك مثل النار أيوة مثل الموت الو مين معي لا لا عم يطلع لنا من الهيدفون حياتي انت حياتي انت على السريع بس لحظه كل ما يطلع جوده برجوف يا عامل لنا رعب رعب يا ريت بس هون يفتح الباب يمكن انت هون جوني يا حاك بالارض بالاراضي لا 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 الكون شغله القعده مع امجد بتفوت كل واحد بالحيط بتفوت بالميكروفون اذا بدك موضوع من غيمي انت في مثل بيقول قال البرغوت للبقه يضرب الشرشوح اذا ترقى لا هذا هو لقيته قاعد ايه ومبلم هاي الاغنيه لايمن رضا على فكره مو هيك الكتبه بالحاره لحظه شوي على فكره يا انا بحكي يا اللي جوا طرشتوا لي مخي حاطين لي شغله باداني وعم يحكوا الاسئله غير الاجوبه اسمح لي شوي لانه هلا ما عاد يخليني احكي ولا كلمه امجد فكل عام وانتم بخير عن جد انا مبسوطه اني انا اليوم هيك قاعده معكم عبر الشاشه الصغيره مش بحكي اردني بس مش ما انت مش عارف ليش انا جيت متاخره ليش كنت بالاردن لا الصراحه ان الغلق كان معلق معي تبع المحل بين الشرق وبين الغرب انت احلى شموخ الله الله بكره معنا يا هم لا علي يا هم لا علي احذري مين معنا بكره حبيبي بضحك علي جايب له كتاب الامثال الشعبيه والتعابير الشفويه في الجولان هذا هو اخوكم ابو زهير من الجولان اخي هاي تنتين ثلاثه واحده فكرتني جمال سليمان والثانيه فكرتني احمد يا هم لا علي هي مصطلح يعني اذا فتحت المعجم بيطلع معنا باب الهاء فصل الياء بيطلع معنا يا حبام بده يكون اول شيء عندك سن مكسور ورديني هذا طبعا مش بس سن انا مصلحه مصلحه ايه عند الدكتور والله شو ايه فبتحطها على السن بهذا الشكل الاصبع شو بيسموه هذا الباه السبابه طبعا على عزيفه الكونسل ايوه الكونسل فتوار وبتحطه على الشفه مبدئيا على الشفه بس تنفخ فيه جيبوا لنا الخروف اللي مخبينه المكتف المكتف فانا بقول له وفري نصايحك يا حماتي وقولي يا الامراه يسلم لي اللي خلقك عليك يا خالد ان شاء الله عليك كل سنه بدل يغرك طوله تعا على البيت وشوفه فصوله بابه كبير وبساميره صفر وجواته شيء بيقصف العمر ولي شو هو شو طيب في ضحايا راح ضحايا احمد المره الاولى مرمره المره مرمره والثانية سكرة والثالثة عمرة والرابعة على المقبرة الله أكبر معلش كمان يعني شوي هيك وشوي هيك بنحكي عم بتحط المايك أصلاً بوشي يعني لحظة مهيب وين حط المايك خير أنا ليك كمان طيب عم بتحطه بوش كمان جزت بداني ما بداني مهيب على فكرة لأنه نحن ممثلين بعتبر في عنها ايه والله والله بعدين في مثل بيقول لك على الحبلة ومرضعة وعلى كتفة أربعة وطالع على الجبل لتجيب دواء للحبل وليه؟ مشان تحبل ترد يعني لا والله ما عجبني يعني عجبك على الأرض شو لا الله يطعمنا إلهي ليه انت حاج بكار من زمان اي والله اعترفت بيضة لك شو بدي اقول لك يا وضاع انت حظاتك حلوات انا متعوس ولو فانوس
عليك. مو مثل هذا؟ مو مثل؟ على لسانك حصانك نصيحتك لسانك. هلا اختي هلا نقلتني اياه قبل ما اجي. على جد كل عام وانتم بخير وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين. كل عام وانتم بخير. شكرا للاستضافه. وضحك عن جد بيسلوا ولا؟ ما اصلا. العضة محبة ولو من اسنان كلبي او والقرصة بغضة ولو من اصابع فضة. والله امي دائما بتقلي هالمثل، عرفتي شلون؟ يعني. واحد اثنين ثلاثة. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول. هذا هو. بعدين انا يعني لم تبادلي الحب انت اطلاقا يا دلك. نعم. والحب الثاني يعني اذا بدنا نسميه حب ابن الجيران اللي هو ما اعرف ابدا. الحب الثالث هو ما اعرف ابن الجيران اللي حبيته ابدا. الحب الثالث كان ممثل. خلصت نص ساعة كلها اللي معنا. أنت نور حبي وعيوني. أنت حبي الوحيد في الحياة. لك تسلم لقلبي. ليك يخليكم لبعض. عين الحسود تبلى بالعمى أول مثلا. يعني أنا حاطة على بيتي أول ما بتفتح الباب بتلاقي مراية بالوش بيقولوا بتسد العين. والله؟ على فكرة دورك بسنوات الضياع انت اللي حليتيه مو لمين. ايه شكرا تسلم يا رب. كيف انا بعرف انه كل واحد بيعمل لحال. لا والله بحياة الله. سلمونا الشباب خلاص. لاخر لحظة وانت عم تشوف العمل وعم ينعرض ضلك تقول انه كان ممكن يجيب شايب الله. شو اسرار شو اشرار. مساء الخير عليكم وحياتي انت. وانت الزراعي بس ما بنمشي بالزراعه وكذا. ما ليك هلا زحماتي زحماتي قاعده عم تحضر هلا البرنامج بتقلي تفهم بكل شيء بجوز الا بالزراعه. اخي ما بفهم بالزراعه والله. النور كيفك ابو نادر؟ اهلين بالشباب الطيبين. ايه طبعا اشتغلت مسلسل اسمه كوم الحجر. ايه خيو ايه خيو اشتغلت فيه حلبي. ما بينت بينت انه لاد اني حلبي. بباب الحاره بباب الحاره حاطينك لاد اني. حاطتني لاد اني الاغا ما قبل. يا ما احلى الفسحه يا عيني عيني على راس البر والقمر نور يا عيني عيني على مو على مو الله عالمه عالمه جيل البابا. بيضة بالإيه أحسن من 20 جيجة على الشجرة. هاي هيدا لك أخي بيت تديك هاي. اللي ما بتتكرر لك بدي حطها هون. هاي بصفارين هاي ديروا باقين عليه. عن جد الديك الفصيح من البيضة بيصيح. نعم نعم. إمتى بلشت تصيح مويل أول؟ من وقت كنت بالبيضة. لك الطبل له رونق خاص وشغل الطبل بالفن اللي احنا بنغنيه يعني اوقات انا بسلطن عليه مثل اي آلة موسيقية بس يكون طبال حريف يعني. لك مثل الصغير لبكي ونوح عالخل وخلط بشراب الدفل عالخاية معي متعود الايام عالخل بوعودة ما صدق الا المصايا يا ياب. تعلب شاف عنقود عنب ما قدر يطوله شو قال؟ قال قلبي من الحامض لوي. قلبي من الحامض لوي. نعم نعم. اسمك يا ما بصير يا شهبا كتا. هاي الرأس العلمية عرفت شلون؟ طبعا بس بدنا محارم. كامشتنا اللهجة الحلبية لخي والأقساط تبع الحلبية كتير غليظ كتير ظريف. الأكسون هو عم بيقول ما دخلني أنا بشوفه أكسون حلو والأكسون شوف شلون بالبزوة بحلب. أكسون هو الأكسون. مفتاح السر كلمة مفتاح البطن لقمة لقمة مو لقمة 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 لقمة. طبعا نلاحظ اللفظ الحلبي. خلينا نبدا اول شيء بشوكولاتاتنا وضيافاتنا. انا بدي ضيفك ولا انت يا معقوله؟ ما بعرف. ضيافي علينا جايب الشوكولاته. طيب والله شوكولاته وملبس وكل شيء. انا جايب بزر. والله مفكرناني جايب بزر. والله جاي احترامات. لحظه شوي لحظه جايب بزر وجايب شباب هذا بعد الحلقه. انت كيف لنشوف الكاركتر انه كيف كنت تفصفصيهم على الهواء؟ والله هيك يطلعوا لحالهم هيك هيك. ما بدنا اكبل لك الا نوصف لك. بص امال يعني هقول لك امال انسانه حساسه جدا. بصي اخذت المكان لمكان اخر حبيبتي. امال حساسه جدا ويعني صديقه بمعنى الكلمه. مرحبا كيف حالكم اصدقائي؟
هيك يعني طبقه شوي انعم من طبقه صوتي بشوي صغيره بس هيك بس مونولوجات بحكيها نعمل لهم قطومه صغيره. اصدقائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بالف الف خير. عيد رمضان سعيد، اتمنى ان يعاد عليكم بكل خير وصحه وسعاده. شكرا لكم اصدقائي. انه كونان لقد كان معكم على الهواء مباشره بيمثل معنا ويمثل معنا. فينك انت كمان، مو دائما اذا حظك تعيس فتكتئب وتقعد وتنهم وتنغم وتصير تحت الطاوله بعد شوي. طاوله عليك حاسه؟ ايه بحس حالي حلوه وهي نعمه من عند رب العالمين، وبحس البنت يلي بتحس حالها حلوه مو عيب ابدا تقول عن حالها انه هي حلوه لانه هي نعمه من عند الله. اهلا يا نسرين. اهلين يا دعد، اهلا وسهلا. هلا نسرين بهالجمال الداخلي. تسلمي. اهم من الجمال يا حبيبتي. ايه حبيبه قلبي، اوعاك الغرور مقبره النزاع. طبعا اكيد هذا الحكي طبعا يا دعد. خلص سر حب انكشف. شو ما انكشف حبل الغم اتحادها المحتوش بده جاي. انت هذا همك. جربتي تحطي اصبعتك بعينك؟ لانه المثل الجاي عن الموضوع بتجعك بتجع غيرك. مستحيل عرفت مثل لانه قالت لي ما بعرف ولا مثل انا. اعطوني اتصال. لا انا بالعاده على فكره بمثل بس ما بعرف، انت غلبتني يعني خزيت العين. الله يخليك. انا كاتبون اخر اتصال يلا باي. بسرعه فجاه انه هناك رواد على اليوم. والله بسرعه ومو بسرعه. موشي مو موشي. يا هالسرعة مو أنا بس إجت يعني أكيد كان في ستيبس. سمعت الصوت لهذا؟ ليكي تحت الطاولة بدي يشيلوني. إذا كنت تضل ليكي أنت مالك عرفان ما عم بسمع صوتي. ما عم تسمعي صوتي؟ لا سمعونا صوتها. سمعون هيك منيح؟ منيحة؟ وطي وطي وطي. أنا علي لسان بيطلع الحي من وكرة، هاي أول شرط بأنك تكون مقدم برامج يعني. فهذا مثل كمان. أنا ما حأخذ محلك. ليكي برافو عليك. ما حأخذ محلك. كبرت كبرت بعيني يا سبع. بس انه انا ربيت حصان، ربيته سنتين امات كان بدي ادخل عليه بطولات وقصص وهيك افز يعني. هيك بعد ما مات اكتئبت. كيف بافا ايده حطوا لنا اياها المقطع هذا. هاي التعسومه حطوا لنا اياها المقطع هذا. ليك ولا واطي تروح من هون ولا يبريني عن ديني سالختك تنزرت بين عيونك يلا نلاه. شو رايك بينفع اللين بالمواقف؟ والله انا ما بعرف. فادي صبيح بدي اوجه له تحيه. رد على تليفونك يا فادي. وبدي اعتذر من العالم اللي عم يطلبوا فادي صبيح كتير يكون ضيف هون وما عم بقدر حصله. يلا هي اجيت انا وفيت ووفيت. ضحكون سنه حبيب قلبي، ضحكون سنه واصلني حطوا لي قرامشتنا. لك شو لك ليك لازم نقول للعالم انه المتك بتنفس. اي والله. بتقعدوا قرايبين بس تشربوا متى؟ لا ضيوف اي حدا. شو اسم الضيعه تبعنا؟ بقعاثة. بقعاثة لكل بقعاثة ومجد الشمس ويا عزتنا ولكل كل عام وهن بخير وان شاء الله السنه الجايه نكون عندكم يا رب. قالت لي اشتقت لك وعم شوفك على التلفزيون. ام شو بيقولوا؟ ام فارس. ام فارس الله يخلي لك الشمعه. تحياتي ام فارس. والله العظيم يعني بارك الله فيك. انت زلمه ادمي والله. وانت ادمي. اهلك لو تهلك ولو رموك على مهلك. اوكي ايه طبعا. مين تيبي بالوسط الفني دي مثلك؟ كيف يعني مثلي؟ سريع. بطلع كتير احيانا مع شوفيرية التكاسي بيعتبر ما سوق، ما بسوق وما عندي سيارة. ما بتسوق؟ ما بسوق. ليه؟ يمكن جبان بالسواقة. لا جبان. يا استاذ. ولادي بسوقوا كلهم بسوقوا. اولادك بشفتوا ولا بعرف محمد شب. بطلع مع شوفيرية بجتمع مع ناس في الحارة مع ناس بالشارع. وحضرناك من 17 سنة بمسرحية كذا من 21. لك شو قصتكم معك اجيتوا؟ كيفك محمد؟ منيح. يسعد لي اوقاتك. اوقاتكم. شو كل اللي عم يشوفونا صعب الوقفة؟ لا منيحة على فكرة. الرجال بالربط كلمته احسن شغلة بتنحكى عن محمد. الله يهنيك. الله يخليك. يخلي لي انه قال بدي اجي حمل حاله اجي. ما انه والله اضطرينا انا مستغرب انه امبارح طلبت منه يجي ما رضي. شلون انت حكيت معه رضي يجي؟ شعراته وشعراته
قديمة بس ماشي الحال. إن شاء الله تكون